هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة جديدة ووصفات سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنعمل النهاردة شوية عجين كده. الاول الفطيرة اللي هنعملها دي، خلينا نبقى متفقين ان انتوا هتختاروا الحشوة اللي انتوا عاوزينها، يعني العجينة ثابتة وانتوا اختاروا الحشوة اللي نفسكوا فيها. انا هحشي زعتر وزيت زيتون عشان انا بحبها، حشوة حادقة كده ولذيذة قوي ومتوفرة ولطيفة وطعمها حلو، وعايزة كوباية شاي سادة والدنيا كده بتبقى تمام جدا. ولو عندك شوية زبيب تعمليها حلو وتحشيها زبيب تمام، عايزة تحشيها شوكولاتة اوكي، مربى اوكي، جبنة اوكي، زي ما انت عايزة. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة هنقول العجينة بتاعتنا عبارة عن ايه، فهننزل المقادير حالا وهقراها لكم. نجهز العجينة ونجهز الدقيق اللي هو بيبقى جميع الاستخدامات او دقيق مخبوزات. يلا بينا. عايزين نعمل رول الزعتر، فمحتاجين نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نص كوباية سكر، معلقتين اتنين بيضة، تلات ارباع كوب زبدة، رشة ملح، كوب حليب دافي، مية دافية للعجن، وهنستخدم تقريبا حوالي نص كوباية. والحشوة هتبقى زعتر حلبي بالسمسم وزيت الزيتون. العجينة فيها سكر مش كتير وهيبقى اوكي، مسكر شوية مع الزعتر مش هيبقى وحش، بس لو انت عايزة تشيلي السكر خالص وما تحطيهوش في العجينة مفيش مشكلة. عايزة تخليهم معلقتين سكر تمام، عايزاهم ربع كوباية تمام. طبعا العجينة مع الزبيب او مع الحاجات المسكرة بتبقى مظبوطة قوي قوي قوي، بس مع الحوادق كمان بتبقى حلوة جدا. التاتش الحلو مع الحادق ده بيبقى حلو قوي. فنفس العجينة هنشتغل بيها في رول الزبيب برضو. يلا بينا. يلا نحط بقى الدقيق كده على الخميرة والسكر. عندنا زبدة كمان، محتاجين ان الزبدة تبقى طرية، ما تبقاش سايحة خالص بس تبقى طرية. عندي السوائل بتاعتي من مية ولبن وبيض وزبدة، كل ده يعتبر سوائل. نكلم مادونا. يا مادونا ازيك؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ اهلا اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. وحضرتك عامله ايه؟ انا كويسه يا دودو، انت كويسه؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي عندك اي سؤال؟ انا كنت قبل كده حاسه ان انا سمعت صوتك قبل كده، حاساكي مش غريبه كده. ايوه كلمتك مره واحده بس. اهلا وسهلا بيكي، كل يوم بحبك جدا جدا جدا، بحبك قد الدنيا والعالم والناس وكل حاجه. والله انا بحبك جدا ومش عارفه اتواصل بحضرتك تاني، مش عارفه اكلمك. شكرا يا روح قلبي، انا مبسوطه ان انت عرفتي تتواصلي النهارده. وانا كمان مبسوطه جدا، بحبك. وانا بحبك، نورتيني يا حبيبتي. شكرا شكرا على اتصالك يا مادونا. يلا بينا نقلب ونحط رشه ملح كده جنبنا بعد ما نقلب الخميره. رشه الملح، البيض، وعلى طول اللبن، تعالوا نقلب كده العجينة عشان محتاجة تتقلب. نجيب اللي في الجناب كده على العجينة بالشكل ده ونقلب ونجهز مكعبات الزبدة. هحط مكعب زبدة الأول وبعدين هشوف المية أخبارها إيه كده، وهشوف هحتاج مية قد إيه، عشان مش هبقى عارفة أنا محتاجة كمية مية قد إيه إلا لما العجينة تبتدي تلم معايا. يلا بينا.
تعالوا نبص كده نشوف ايه الاخبار. لا عايزه بس تتعجن، مش عايزه اي سوائل تانية. انا ما حطيتش كميه الزبده كلها عشان كميه الدقيق اللي عندي معيارها غير اللي مكتوب، فكده كان بالنسبه لي تمام جدا. عايزه بقى تتعجن كويس قوي ومش عايزه اي سوائل تاني. عارفين ان انا بحب ادي العجينه حقها في العجن عشان تطلع معانا مظبوطه، لانه هيبان انها لسه سوائلها كتير، وهي مجرد انها بتتعجن كويس بتبتدي تتشرب السوائل وتمسك مع نفسها شويه. فانا ممكن اكمل عجن، لو انتوا عايزين تطلعوا فاصل نطلع فاصل، لو عايزين تستحملوني استحملوني. طب ناخد ام جوري. يا ام جوري. ايوه عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله والله. ايه الاخبار؟ انا كويسه الحمد لله، انت كويسه؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، اهلا وسهلا. تسلم ايدك. امبارح كانت الحلقه بتاعت الاكل الصحي دي كانت جميله، كانت حلوه. بس بالنسبه للناس بقى الرفيعين يعملوا ايه بقى؟ ولا حاجه، ياكلوا صحي برضو. ده ولا حاجه. والله الرفيعين ياكلوا صحي، لان الصحي ملوش علاقه. أيوة مش انت عارفه كده؟ اه يعني احنا ممكن نبقى رفيعين بس عندنا مثلا سكر، عندنا حاجه في القلب، عندنا حاجه في الشرايين. فالرفع والتخن ملوش علاقه، بدليل ان في ناس تخينه ومليانه وعندها انيميا لانها ما بتاكلش كويس. اه ايوه فعلا. فلا حتى التخن ده وراثه، يعني في جينات كده عندنا. أوه. احنا بتبقى جينات وراثيه ان احنا العيله دي مليانه شويه، اوزانها تقيله شويه عادي، وعيله تانية تاكل وما يبانش عليها خالص. ايوه بس فهي وراثه يعني. تسلمي يا روح قلبي. بس الرفيعين بقى لو عايزين يتخنوا ياكلوا اكل صحي برضو، بس بكميات عاليه وسعرات عاليه. تمر بقى على شوفان على موز. ما عليا خالص. ما انت بس تلاقيكي مش قادره تزودي في الكميات، يعني كمياتك ممكن تكون انت معدتك بتقفل ما بتقدرش تزود. اه فبس حاولي تزودي البورشنز بتاعتك شويه عشان الموضوع يظبط معاكي. حاضر والله. حاضر. ماشي يا حبيبتي، شكرا يا روح قلبي. تعالوا بقى انا عايزه اكمل عجن شويه عشان اوريكم العجينه وهي حلوه، فعايزه اطلع فاصل اعجنها براحتي وارجع لكم. يلا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. عجنت العجينه بقى براحتي، لمتها وانا ايدي كلها دقيق والكاونتر كله دقيق زي ما احنا شايفين كده، عشان العجينه دي طريه طراوه وملزقه تلزيق مش قادره اقول لكم، بس هي تحفه. بصوا بقى اهو كده 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 كده. ايه رايكم؟ بتهيألي باينه انها خطيره وتحفه وطريه وعايزه تتاكل حاف. المهم بقى ان هي تتعجن كويس قوي قوي قوي. نص كميه الزبده اللي انا حطيتها او مكتوبه ممكن تقللوها، لان وانا شغاله انا مش سامعه كويس الصوت عندكم. ها حد يقفل لي الصوت ممكن. كنت بقول لكم ان كميه الزبده انا حسيتها ان هي كتير شويه، واحنا بنعجن ممكن نقللها لو عايزين تقللوها وتطلع معاكم بنفس النتيجه، مفيش اي مشكله خالص، لان انا قللت كميه الزبده برضو. فانا شايفه انها خطيره، ان شاء الله تجربوها بقى وتعجبكم. هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها حوالي ساعه الا ربع كده، 45 دقيقه، وتقدري بعد كده تشكليها وتشتغلي فيها عادي. مش عايزه اقول لك تشتغلي فيها على طول وتشكليها على طول، لان هي لسه ما ارتحتش واتعجنت كويس قوي. انا عايزاكي تعجني كويس قوي قوي قوي. تمام، خلينا بقى ايه ناخد العجينه بتاعتنا كده هنا بالشكل ده، ونسيب العجينه الحلوه بتاعتنا دي ونحط لها كده رشه دقيق من تحت ومن هنا، ونسيبها تخمر وهي بهذا الشكل وترتاح حتى وهي فيها سنه التلزيق دي، عشان هديها تطلع تحفه واحنا بعد ما نسويها. يلا بينا. ولا على وشها زيت ولا حاجه، هي رشه دقيق كده من تحت.
كميه العجينه اللي عندي دي هقسمها على اتنين علشان نعمل الحلو والحادق. يا ام هيام. الو الو، ايش الدعاء؟ اهلا اهلا. هاي 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 يا شو الدعاء؟ هاي هاي هاي. ازيك يا روح؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ ربنا يخليك يا رب. تسلمي تسلمي وتسلم عمايلك كلها يا رب. تسلمي وتعيشي، ربنا يخليكي ليا. شكرا. ومن حق الكبير يتدلع يا شيف دعاء. تسلمي حبيبتي والله، تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك يا رب ويصلح ما بين ايديك يا ربنا حبيبتي. ربنا يخليكوا ليا ويسعدكوا. شكرا. اللهم امين يا رب حبيبتي، تسلمي. بسلم عليك وعلى كل الكاست الجميل اللي مع حضرتك. الف شكر لحضرتك والله، كتر خيرك. ميرسي جدا جدا لذوقك. تسلمي يا حبيبتي. شكرا. تسلمي. يلا بينا. قسمت العجينه على اتنين، عايزين بقى ايه؟ نفردها. يلا بينا كده، بعد ما قسمناها هنفردها بالشكل ده كده وكده، على حسب طبعا حجم الكوره. انا قسمتها على اتنين كده، تمام. هتعمل لنا قالب مش كبير قوي، القالب صغنطوط. الحشوه اللي انتوا حابينها زي ما انتوا عاوزين. وبعدين هاخد من الزبده الطريه وايه، هعمل كده كده وانا بكلم ام عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن ازيك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يا شيف دعاء؟ انا كويسه الحمد لله، اهلا وسهلا. الله يخليك، تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. تسلمي حبيبتي، اشكرك، ميرسي جدا. الله يخليك. شكرا لحضرتك. ممكن اشوف دعاء بس معلش اطلب منك مقادير رموش الست؟ حاضر يا حبيبتي، من عيني. ماشي، شكرا. شكرا. تعالوا ايه، نعمل كده وكده وكده، نقطع بس من هنا كده عشان الحته دي ايه، بنشرشرها كده شويه، نعملها ايه بالشكل ده وكده عشان تدينا شكل لذيذ واحنا بنعمل رول. ونلف ونكلم ام كريم. يا ام كريم ازيك، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ انا كنت متصله بحضرتك قبل كده. اهلا اهلا، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازيك الدكتور؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا اهلا، ازيك يا روح قلبي، اخبارك ايه؟ انت عامله ايه قمر؟ انا كويسه الحمد لله، اهلا بيكي. تسلم ايديك وعينيك يا رب على كل اللي بتعمليه. تسلمي وتعيشي، ربنا يخليكي ليا. تسلم يا حبيبتي. وانا كنت عايزه اتصل بيكي من يوم ما اتصلت بيكي يوم الاربع بس ما عرفتش. معلش انا اسفه، بس احنا النهارده الاربع برضه. صح كده؟ النهارده الاربع. ايوه. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا روح قلبي. ربنا يصلح ما بين ايديك يا رب ويخلي لك ولادك يا رب. تسلمي وتعيشي، شكرا. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي، كتر خيرك، وميرسي لتليفونك. انا كنت عايزاكم تبصوا معايا وانا شغاله. بصيتوا معايا بجد؟ طيب ماشي، اهي اللفه اهي اهي. نعمل بقى كده ونقفل كده ونقفل كده ونضمها كده، تمام. نضم الفطيره بتاعتنا كده بالشكل ده، وبعدين نجيب قالب التوست اللي هنحطها فيه. يلا بينا. ونسيبها تخمر فيه بالشكل ده، اوكي؟ هنسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. قد ايه بالوقت؟ مش اقل من نص ساعة. عايزة نص ساعة مقفول عليها خالص لحد ما يرتفع حجمها كده. يلا بينا نقفل عليها بقى كده اهو ونسيبها. نقوم باصين عليها كمان شوية، هنلاقيها خمرت بالشكل ده. ممكن نديها رشة لبن،
ممكن نديها رشه زبده من فوق، العجينه تقيله شويه وفيها زبده وفيها بيض وفيها لبن وكده، فهي هتاخد لون، هتاخد لون يعني ممكن تبقى مش محتاجه خالص ان احنا نحط لها اي حاجه، فانا مش هحط لها اي حاجه وهدخلها كده زي ما هي على فرن سخن درجه حرارته 190 او 200، وهحطها على صاج لو انا شغاله باي قالب، ما بحطش القالب خالص دايركت على الشبكه، لازم توزيع الحراره بالنسبه لي يكون في الومنيوم كده زي ما احنا شايفين علشان يكون مظبوط ما يتحرقش، وخصوصا ان الازاز بيحرق، بيحرق الكيك، بيحرق صينيه بطاطس، فخلينا كده مش ضامنين الفرن كده الطف حاجه. يلا بينا، هسيب سبيس كده جنبها علشان احط القالب التاني. يلا بينا. يا الاء ازيك؟ فين الاء؟ راحت فين؟ يلا. هنا بقى في القالب ده ممكن بدل ما نحط زبده نحط زيت زيتون. نعمل كده كده وكده ونقلب كده اهو. نعمل كده. انا بحب قوي الحاجات اللي بالزعتر الشامي عموما، سواء بقى زعتر اردني، زعتر حلبي، زعتر لبناني، اي زعتر بيجينا من بلاد الشام بصراحه بيبقى تحفه. ومؤخرا بقى في مصر زيت زيتون جميل جدا جدا، من زمان واحنا عندنا زيت زيتون في مرسى مطروح وفي سيوه بيجينا يعني، بس مؤخرا في ناس كتير قوي كتير يعني، حواليا كده كم مزرعه بقوا مركزين قوي 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 في مصر على جوده زيت الزيتون، فبقى عندنا زيت زيتون يا جماعه في مصر خطير، تحفه، اجود واحسن الانواع وفريش اكتر يعني. الناس مثلا اللي كانت دايما تحب قوي زيت الزيتون وتدفع فيه رقم وقدره علشان دايما يقولوا لك بقى الاسباني والايطالي، ولا ده زيت الزيتون اللي مثلا كان بيجي لنا من تونس مثلا زيت زيتون رائع خطير، ففي كده بلاد معينه بتنتج زيت زيتون عالي الجوده بشكل كبير جدا. لكن في نقطه بسيطه، ان هو الفريش ده اللي لسه معمول بقاله شويه صغيرين ليه نكهه مميزه، المتعتق ساعات بيبقى حلو بس برضو الفريش خطير، فاحنا مؤخرا في مصر بقى عندنا مزارع بصراحه بتعمل زيت زيتون تحفه، هم هي بتبقى مزرعه زيتون والعصاره عندهم، وبقوا يشتروا بقى ويعملوا الازايز الغامقه الازاز وتوقيتات معينه لامتى يلم الحصاد وامتى يعصر زيت الزيتون وما يشوفش النهار عشان الاكسده، وايه اكسترا فيرجن وايه اللي هو ده ممكن نقلي بيه عادي وده يتعرض لحراره، وناس ذكرت وعملت شغل جامد جدا جدا في مصر دلوقتي على زيت الزيتون. انا بجد مبهوره بكم الناس اللي بقت بتعمل شغلانات مختلفه بجوده عاليه بحاجه يعني، الباكجنج اصلا الشكل الازايز لو تشوفوها تفرح، ودي حاجه دايما كنا بنعتب عليها على حد بيعمل حاجه جوده عاليه جدا جدا بس يقوم حاططها في اي حاجه في اي حته، بقى بوظ بقى اللي انت عملته كله بسبب الازازه اللي انت عملتها او العلبه اللي انت بتقدم فيها. لكن دلوقتي التطور والدماغ كده اتفتحت وبقى عندنا شغل جامد جدا في مصر، فتحيه لكل حد بصراحه بيقدم منتج مصري عالي الجوده بشكل حلو وبجوده عاليه بجد يعني. فانا بقى هنا يا بوسي. هاي هاي، عامله ايه؟ عامله ايه؟ وحشتيني وحشتيني. انا والله العظيم بحاول اوصل لك بس ربنا يكتر من حبايبك يا رب. ربنا يخليكوا ليا. عايزه اقول لك فعلا بجد دلوقتي بقى في مصر موجود زيت زيتون تحفه وجوده تحفة. عاليه جدا تحفه. وعايزه اقول لك بقى احسن زيت زيتون تاخديه من مطروح. حلو قوي. مطروح انا رحت مطروح كذا مره 3 4 سنين ورا بعض. ايوه صح. عايزه اقول لك كمان خصوصا اللي هو بيتحط على الشعر اللي هو المعصور على البارد. تحفه طبعا بقى. اللي معمول على البارد ده اللي معصور على البارد ده لا خطير. موجود بقى في مطروح، عايزه اقول لك تحفه، عشان انت كنتي بتقولي لو رحتي مطروح تاكلي ايه كمان هناك. ايوه طبعا انا متابعه الحلقات. ايوه روح قلبي. بصي احلى حاجه تاكليها في مطروح السمك البوري.
عايزه تاكلي سمك بوري فعلا. انت اصلا ممكن تستغربي طعمه بالنسبه لطعم البوري اللي احنا بناكله يعني في القاهره او في اسكندريه. انا حسيت كده والله، حسيت كده في بلاد كتير في مصر. السمك البوري انت بتاكليه كانك بتاكلي مش عايزه اقول لك يعني، ممكن لو حد من مطروح سامعني هيعرف ان انا مش ببالغ. بينزل نسبه الدسم اللي بتنزل من بطن السمكيه مقفوله. انا اولا اما ببقى هناك تاكلي بوري مقفول. احنا مقفول ليه بقى؟ اكيله تفتحيه بتلاقي البطن نازل منها عباره عن سمنه فلاحي. صح فاهمه. سمنه فلاحي، انت مش بتاكلي سمك طبيعي. لا 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 فاهمه. والضاني بقى، الضاني من بالليل تبقي معرفه الجزار، الصبح تاكلي الضاني هو بينذبح قدامك. الله، احلى ضاني برقي. بجد انا وبعشق بعشق بجد مطروح. مطروح بلد جميله، وتحيه لكل مطروح. مطروح بلد تحفه، وشارع ليبيا وسوق اسكندريه حاجه ثانيه. ايوه، حاجة وسوق تانية. ليبيا والاماكن دي. وعايزه اقول لك بقى، والناس قاعده على البحر كده، الناس بترقص لوحدها. ايوه لا جميله جدا 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 والله. تحيه مننا لاهل مطروح بجد. احنا في حتت كتيره في حلوة. مصر التوابل غير، الزيوت غير، كل حاجه فيها جميله جدا. صح يا حبيبتي. والله والله شكرا يا بوس على المداخله الحلوه دي. عايزه اروح مطروح بقى. حد يودينا شاطئ عجيبة بسرعة. حط زيت زيتون. محافظات مصر كل محافظة والتانية ممكن نعمل عنها حلقات وحلقات، يعني كل محافظة بأكلاتها بتفاصيلها بكده حاجة يا جماعة. والله جميلة جميلة مصر دي جميلة. حطيت بقى أنا إيه هنا زيت زيتون كده. يلا بينا بقى نحط الزعتر كده، وممكن نرش كده. معقوله الفرن خلص؟ مش للدرجات يعني، انا بقالي قد ايه؟ ايه السريع؟ يا ده حقيقه؟ خير خير، لسه بدري. هو شغال فوق وتحت ولا ايه؟ والله؟ طيب ما تعملوش زينا بقى، عشان هو اخد لون من فوق بس لسه ما استوعبش. الفرن شغال فوق وتحت. يلا انا بحط ايه الزعتر دلوقتي كده. عايزين تزودوه زودوه، عايزين تحطوا معاه جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه تانية تبقى دلع شويه كده، تمام برضو شغال كده. انا بحط هنا اهو، وبعدين بعمل كده اهو الشكل اللي احنا ايه اتفقنا عليه وعملناه المره اللي فاتت. نعملها كده عشان يطلع عندنا شكل لذيذ بالشكل ده كده. واحنا بنكلم ساره. يا ساره الو، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا سو؟ انا كويسه الحمد لله. كويسه حبيبتي الحمد لله. اهلا وسهلا. بحبك جدا وحياة ربنا. وانا بحبك جدا والله. تسلم يا حبيبتي، ويحسن ما بين ايديك يا رب. وانتي طيبه وبخير. شكرا يا سوسو. نعمل بقى كده زي ما احنا شايفين، وبعدين ايه نعمل الرول بتاعنا بالشكل ده كده. وايديكي فيها زعتر كده، طعميه بالزعتر كده، ونلف نلف 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 اهو. انتوا مش معايا؟ انا كل ما ابص الاقيكم مش معايا. ماشي اها طيب يلا بينا على القالب ونعمل كده اهو. ده بقى ممكن نقوم مدين له رشة زيت زيتون كده صغنطوطة من فوق، حاجة بسيطة كده بس، ونسيبه برضو مع نفسه. تعالوا نغطيه بده بالشكل ده كده، وندخل القالب التاني في الفرن. يلا بينا. والله انا حاليا مش عارفه اعمل ايه في الفرن ده. ماشي، هنطلع فاصل. يلا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. We'll be right back.
ورجعنا من الفاصل. يلا بينا هنعمل ايه بقى؟ رقيش. نعمل قرقيش. مش عارفه ليه اليومين دول تقريبا الجو ابتدى يبرد سنه كده، بس يعني هي بقى جايه معايا بقرقيش محشيه عجوه ساده. المهم ان يبقى فيه اي حاجه جنب الشاي بلبن، يعني اي حاجه. واحنا القرقيش والمنين والحاجات دي عندنا ما بنحسش قوي ان هي ليها موسم، بتبقى موسم الشتاء والعيد بقى، يعني هي تقريبا بتبقى موجوده في العيد وبتبقى موجوده في الشتاء واحيانا في الصيف عادي، يعني عادي. روح الفرن اشتري قرقيش. يلا بينا نقول مقاديرنا. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نص كيلو من الدقيق، عايزين ربع كيلو من السمنه، ممكن تبقى سمنه على زيت يكون احسن، معلقه انا اسفه، معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، 3 ارباع كوب حليب دافي، ممكن تستخدمي حوالي نص كوبايه، مش شرط يبقى 3 ارباع كوب، 3 معالق كبار من السمسم المتحمص، لو حابين تحبوا لو تحبوا تضيفوا شمر بنضيف معلقه كبيره من الشمر المطحون بس يبقى لسه متحمص، يعني تاخديه على النار كده تشويحه وبعدين تطحنيه، ومعلقه كبيره من اليانسون برضو لو حابين اليانسون والشمر مع بعض لطيف، عايزه يانسون بس اوكي، عايزه شمر بس اوكي، عايزه تضيفي محلب تمام جدا، فالنكهات دي بترجع لك. الحشوه تبقى ملبن طري او تبقى عجوه مفرومه زي ما احنا حابين برضو. يلا بينا. اول حاجه هنعملها ان احنا نحط الدقيق بالشكل ده. نشتغل في العجينه دي بايدينا ولا بعجانه؟ والله انا بحب اشتغل بايدي فيها، فممكن تشتغلوا بايديكوا على رواقه كده، تبسي الدقيق وتحطي له مكوناتك وكده، تشتغلي تبسيها بايديكي، مش مهم خلص عجانه، لان هي لو اتعجنت بزياده بتطلع عرق كده، فاحنا هنقلبها. انا حاطه هنا التقليب اهو، هنقلبها. نحط بقى اشيائنا. مدام شيماء ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الو، اهلا وسهلا، اخبارك أهلاً ايه؟ ازيك يا دودو، عامله ايه؟ اهلا اهلا، عامله ايه؟ الحمد لله. هاي 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 يا حياتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله عايزه اقول لك ان انا مكلماكي اصلا عشان ابني يونس بيحبك قوي، انت بتقولي هاي هاي. بجد؟ طب هو فين؟ جنبك؟ هو اهو، خديه معاكي. يلا يلا. هاي 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 يا يونس، عامل ايه؟ هاي 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 هاي، اخبارك ايه؟ هاي 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 هاي. عنده كام سنه؟ يلا. هاي 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 يا روحي. شكرا ليكي جدا. شكرا يا حياتي، تسلموا لي يا رب. يلا بينا، حطينا بقى سمسم، شمر، ينسون، خميره، سكر، ممكن السكر يزيد سنه، تحطوا ربع كوبايه مثلا، ربع كوبايه السكر دي لما تتوزع على كله هتدي طعم حلو قوي. وعلى طول هننزل بالسمنه والزيت. اوكي كده اهو، ننزل بس كل مقدارنا كده عشان نقلب وايه نشرب الدقيق من القصه دي. يلا بينا. نفتح على طول، نجيب اللي في الجناب كده، تبسي بايدك او تبسي كده بالتقليب كده، مفيش اي مشكله خالص عادي. يلا تاني. انا ما بحطش الا لما كله يتبس، مش هحط سوائل. تعالوا بقى ايه، ناخدها كده فيس تو فيس.
نبص عليها كده مع نفسنا ومع بعضينا عشان تبقوا شايفين ايه كل التفاصيل. يلا يا سارة. هاي هاي. هاي هاي، عاملة ايه؟ انا بحبك قوي قوي قوي. ايه دي احلى هاي هاي سمعتها دي ولا ايه؟ انا بجد بعشقك. وانا بحبك قوي قوي قوي. اه والله العظيم بعشقك. والله انتوا احلى حاجة في الحياة. عاملة ايه؟ انا كويسة الحمد لله بخير. عايزة اقول لك ان انا جربت وصفات كتيرة جدا من عند حضرتك، بجد تحفة. اكتر وصفات بتجربيها ايه مثلا؟ معجنات ولا طبيخ عادي؟ المعجنات بجد جميلة، وعملت القرقيش دي يعني طلعت تحفة جدا. الف هنا. عملت الكايزر والتوست. يا جامد يا جامد يا جامد انت يا خباز، الف هنا. وشايفة ما تحرمش منك ابدا ولا تحرم منكو ابدا، والله ما تحرمش من حلاوتكم. جدا انا سمعت صوتك. وانا كمان مبسوطه قوي قوي. ممكن تكلميني تاني بقى ما تغبيش لو سمحت. والله العظيم بحاول كل يوم اتواصل مع حضرتك، بس يعني ما شاء الله حبايبي كتير. شكرا. ومش عارفه اتواصل. لا شكرا يا حبيبتي، هستنى تليفونك وهستناكي كل ما تجربي حاجه تقولي لي جربتي ايه وظبطت ولا لا وعجبتك ولا لا وكل الحاجات. ماشي ماشي، نبص بس كده، ده مهم بالشكل ده كده. سمنه حلوه بقى كده على زيت حلو، وبعدين نلم بقى العجينه بتاعتنا بشويه اللبن حبه حبه. عايزه تعجني بميه عجني بميه مفيش مشكله، نحط اللبن واحده واحده. ما تعجنيش، ها بتلمي كده. العجينة دي ما بنسيبهاش تخمر كتير، هي بس بترتاح حوالي ربع ساعة وبعد كده نشتغل فيها على طول. خدت مننا ايه شويه اللبن كلهم هم اللي احنا قايلين عليهم بالظبط، على حسب بقى نوع الدقيق بتاعك تظبط معاكي على طول. جمعي بقى العجينه كده عشان هي كل ما هنديها كل ما هتشرب، فخلاص مش هنديها تاني. يا مريان. يا دودو ازيك؟ ازيك يا حلوه، وحشتيني من امبارح. ده مريان شاطره وبتدخل لنا كل يوم اهي. ان شاء الله كل يوم، بس ما تكونوش انتوا متضايقين. يا خبر ابيض، لا طبعا مش متضايقين، ده احنا فرحانين اهو. ازاي يعني؟ ده انت منوره ومشرفه. كويس، انت عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت زي القمر النهارده. شكرا يا حياتي، انت تسلم عيونك الحلوه يا حلوه. اللون ده عليكي تحفه. يا سلام، اي خدمه اي خدمه، كل يوم نلبس اخضر بس كده. فين البراوني يا دودو؟ ايه يا روحي؟ البراوني فين؟ الاسبوع الجاي، ما احنا اتفقنا انا الاسبوع ده ببقى مخلصه خلاص اللي ورايا، حطيتها لك الاسبوع اللي جاي مع حلقه معجنات. حطيتها لك على فكره، استنيها في حلقه معجنات كده فيها عيش فينو وفيها باتيه عشان تعرفي ان انا مذاكره. هو برد اهو اهو، شفتي بقى النهارده جهزنا الحلقات بتاعه الاسبوع اللي جاي. انا ما اقدرش حد يقول لي مثلا على حاجه اقوم عاملاها تاني يوم عشان ببقى شغاله على الحلقات بتاعه الاسبوع جاي من النهارده. تمام، العجينه بتاعتي لمت وبقت زي الفل وخدت كمية اللبن اللي انا قايله لكم عليها. لو عايزين تعجنوا بمية عجنوا بمية مفيش مشكلة، هنسيبها ترتاح ربع ساعة اوكي وبعدين نشتغل فيها على طول. ادي العجينة. نعم، ما نسيت اللي في الفرن. طيب يلا، لو عايزين تطلعوا فاصل يلا يلا بينا، فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حد. رجعنا من الفاصل يلا بينا.
نقسم بقى كده العجينه بتاعتنا ونشوف هنشكل ازاي القراقيش بتاعتنا زي ما احنا حابين. اوكي، لو انا عايزه مثلا اعمل الساده هقوم عامله كده واقطع القرقوشه بالحجم اللي انا عايزاه اهو. ده مثلا شكل من اشكال الساده. عايزه احشي بحشوه للعجوه مثلا، تعالوا نفرد كده. كده اهو نرفع بقى هنا كده، انا بحب اللي بالعجوه اكتر طبعا. لا الساده جميله برضو مع شاي بلبن تحفه، عشان رغده بتقولي وانا وموفره طبعا. ده حقيقه يعني. يلا يا فاطمه. ازيك يا دودو؟ اهلا اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه يا بطوطه، اخبارك ايه؟ انا بحبك قوي قوي قوي. وانا كمان بحبك قوي قوي. مبسوطه جدا ان انا عرفتك واصل بيكي. وانا كمان مبسوطه قوي، منوراني. بنتي عندها 3 سنين وكل شويه تقول لي اتصلي بدودو عشان وحشاني. يا روحي، هي كويسه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. تسلم يا حبيبتي. شكرا يا فاطمة. نحشي بقى بالعجوة كده، نحط كده العجوة بالشكل ده، نقفل عليها كده وكده. اوكي، نقطع صوابع صوابع. اهو بصوا، يلا بينا نحط بقى كده. ايه حاضر، ايه لسه صح؟ انا عايز اشيل الساده دول من هنا، شكلهم يعني مش مهم يبقى عندنا ساده في نفس الصاج. انا بحب الشكل ده في القراقيش قوي بتاعه العجوه، عشان بحسه على قديمه كده. نعم يا مدام نعمه. ايوه، هاي هاي. هاي هاي، ازيك؟ هاي هاي، انت سكر وعسل. انت حلوه ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك يا رب ويحسن ما بين ايديكي. شكرا، ربنا يخليكي. شكرا، منوره الشاشه والله يا دعاء. ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. منوره الشاشه يا روحي. شكرا شكرا والله، منوره الشاشه. انا عايزه اعرف منك طريقه الكيكه بالشوكولاته، وعايزه من طريق برنامجك ان انا مدام ناديه بتاعت اسكندريه نفسها تكلمني. والله يعني ممكن لو تسمحي لي اقول رقم تليفوني على الهواء عشان تكلمني. 010 9. لا ما ينفعش تعملي كده. لا لا ما تقوليش كده، في الكنترول كده مصر كلها هتكلمك، مش مدام ناديه بس. ده كده مدام اي حد، واي حد هيتصل بيكي. لا ارجعي للكنترول تاني، ورغده هي اللي هتاخد رقم تليفون حضرتك ونخليه عندنا لحد ما مدام ناديه تتواصل معانا. ماشي. انا مش عارفه. انا نزل على اس بهلال صح؟ معلش. يلا نشيل بقى كده العجوه لحد نص القطعه اللي احنا بنحشيها، عشان دي اسهل طريقه للحشو. اوكي، ونقفل زي الساندوتش كده كده اهو، كده كده كده.
يلا بينا. أصابع متساوية لذيذة. عارفين كان في شكل زمان بحبه قوي برضو، ما كانش بيبقى شكل قوي يعني، هو أصلا تقريبا كانوا بيعملوه بواقي العجين، بس أنا فاكراه إن هو كان برضو شكل من الأشكال التقليدية الجميلة جدا اللي كان بيتعمل بعجينة القراقيش الفرن، صح؟ طيب احنا قدامنا قد ايه اصلا؟ ماشي، تعالوا نرص كده القراقيش بتاعتنا، شكلها حلو قوي قوي قوي، لذيذه. هي بتدخل الفرن بتقعد حوالي تلت ساعة مثلا، ممكن 20 دقيقة أو ممكن 15 دقيقة على حسب فرنك. درجة حرارة الفرن بتبقى 190، وده بيبقى الشكل اللي احنا متعودين عليه زي ما احنا شايفين كده، لذيذة جدا جدا جدا. طبعا الرف في النص ده أهم حاجة عشان ما يبقاش ايه متلسوة، وهي بتاخد اللون من فوق ومن تحت من غير ما انت تشغلي الشواية. اذا حسيتي ان انت فرنك ضعيف يبقى لما تاخد لون من تحت خلاص وتطمني ان هي كده تمام، تقومي مشغله الشوايه تدي اللون اللي انت عايزاه. اوكي نشيل احنا ده. انا عايزه اعمل الشكل اللي قلت لكم عليه. فين فين ناخد حته كده كبيره. هي بتبقى ولا حاجه. انا عندي هنا مقطع صغير مدور ولا مفيش؟ الاقي زي بسكوته مدوره كده، عايزه زي القطايف اعملها دوريه زي القطايف. طيب زي القطاعه كده، اذا في قطاعه يعني مفيش خلاص. فن هندسي فن تشكيكي. بس مش متاخدوش على كده، شوفوا لي البتاع فين. ثانية واحدة. ده الشكل، ما كانش بيبقى شكل قوي، هو بيبقى كده بس زي القطايف. مش عارفة ده كانت تيتا بس اللي بتعمله ولا انتوا كمان؟ انتوا كمان بس صح؟ ده كان شكل تقليدي لذيذ، كان عامل زي القطايف كده، بنقفلها وبتتاكل مقفوله، وكانت بتبقى حاجه حلوه قوي على فكره قوي، بس ساعات بقى كانت بتديها ايه شكه كده من هنا، حاجه بسيطه. احنا بس؟ لا هو بيقول لي كانوا هم كمان. ها دي حلوه قوي. اديني معلش ممكن تبصوا على الصاج، مش الصاج تحفه. ايوه كده شكرا، انتوا اديتوهاني ملولوه بس تمام. اوكي ما كانش عندنا الملولوه دي زمان. حلوه، احنا غيرناها خليناها سمبوسه. يلا كده، ونقوم ايه حشينها بالعجوه كده. وكانت بتتعمل كمان بالكحك، بواقي عجينه الكحك عشان تقريبا بقى ما يشكلوش وكده، وجع دماغ وبتاع بيقصروا يعني. ايوه هو الشكل ده كان لذيذ قوي قوي. تمام عايزين نبص على الفرن. ايه مش سامعاك والله يا ممكة. معلش يا ممكة انا اسفه والله، ممكن تكوني انتظرتي كتير معانا. معلش تعالوا ندخل الصاج ده في الفرن ونبص كده نشوف اخبار الفرن ايه. نحطه من تحت شويه وبعدين ابقى اطلعه لما يستوي. اعتقد ان احنا تقريبا اخدنا لون محترم هنا كده كفاية، استوى واخد لون حلو، مش عايزين نزود اللون اكتر من كده. وده كمان اخد برضو لون لذيذ زي ما احنا شايفين. ممكن تلمعوه بزبدة لو حابين تلمعوه بزبدة هيبقى لطيف قوي. انا هلم بقى بواقي العجين واقول لكم ايه الاخبار النهاردة عشان نرجع تاني نشتغل ببواقي العجين. لازم نجمعها كلها بالشكل ده كده طبعا من غير عجوة ولا اي حاجة،
وتسيبيها ترتاح كده تاني، وبعدين تفرديها وتحشيها. مش هتفرد معاكي ولا هتتحشي الا لما ترتاح 10 دقايق كمان متغطيه من غير ما تنشف. مدام محسنه اهلا وسهلا. هاي هاي. هاي هاي، اخبارك ايه؟ ازيك يا شيف دعاء، عامله ايه؟ اهلا بيكي، انا كويسه الحمد لله. حضرتك اخبارك جداً ايه؟ والله انت انسانه رقيقه قوي وشفافه والله يا شيف دعاء. شكرا والله. مش رقيقه؟ لا مش رقيقه، لا بيبان بس كده والله، بس انا مش رقيقه. لا والله انت كيوت كده وحلوه ولذيذه والله. شكرا شكرا، ربنا يبارك لك في اولادك والله. يا رب يا رب. تسلمي. وست مصريه قويه برضه. ايوه امال ايه. اه والله ست مصريه قويه. ايوه بحسك قويه وشجاعه كده. ايوه شفتي وطالت فرع من زمان كده والستات المصريين. ايوه والله بحسك فيهم كده يا شيف دعاء والله. ايوه كده ايوه كده، انا بحب الكلام ده. والله العظيم انت انسانه محترمه جدا ولذيذه، وربنا يبارك لك في اولادك يا رب. يا رب يا حبايبي. فيهم في اسعد حال. شكرا. ويجعلهم برين بك ليوم الدين يا شيف دعاء يا رب. امين يا رب. ويسعدك في كل حاجه حلوه في حياتك، ووفقك دايما الى الامام يا شيف دعاء يا رب. شكرا قوي 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 قوي. ويسعدك ويرضيك اللهم امين يا رب. ولك بالمثل يا روح قلبي، انت وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي قولوا امين عشان انتوا كمان. امين. شكرا قوي 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 لكل الدعوات الحلوه، انا يعني محظوظه الحمد لله الحمد لله. ده نعمه كبيره وفضل كبير جدا من ربنا ان ربنا يسخر حد يدعي لي، فبجد بشكركم جدا. ما بشوفش الدعوات حاجه بسيطه ابدا، يعني احلى هديه في حياتي. يلا بينا. احنا عملنا شغل جامد والله، البتاع ده خطير يا جماعه. بصوا 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 اللذاذه، بيطلع بقى زي ما احنا شايفين كده فلافي خفيف، بس هو لسه سخن بقى، محتاج بقى ايه يبرد شويه كده عشان نستمتع بالعجينه القطنيه اللي فيها الزبيب والحركات. انا بس مغطياها عشان عايزاها تتغطى براحتها خالص وتتساب براحتها. مش ممكن الحلاوه والله، مش ممكن. الزعتر كمان ريحته تحفه تحفه، فحلو وحادق. المعجنات من الحاجات اللذيذه اللي بنقدر نشتغل فيها في حاجات كتيره قوي، وبتسد معانا بصراحه. ان انا بحس ان هي الظروف ساعات بتكون مش سامحه ان انا اعمل حاجه غاليه، حاجه حلوه، حاجه بيتسايه مش عارفه احط عليها ايه، بس ممكن ابقى مبسوطه وسعيده جدا بشويه قراقيش وكوبايه شاي بلبن. ابقى مبسوطه قوي بان انا العجينه عملت فيها شويه زعتر وزيت وعملت كوبايه شاي بنعناع وقعدت في البلكونه، فانا كده عملت حاجه حلوه جدا. دايما دايما العجين فيه بركه، فانا بحب العجين عشان كده. بحس ان هو الناس كلها بتاكل وبتشبع وبتنبسط وبيبقى موجود في البيت، والدقيق في البيت والميه في البيت، تعجيني اي عجينه وشبعنا واكلنا وانبسطنا. يلا يا ايمان. الو ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انت منوره الدنيا كلها. انت حبيبتي، شكرا والله العظيم، احنا بنحبك. بصي مش قادره اقول لك قد ايه. شكرا قوي والله، شكرا شكرا جدا. بقول لحضرتك احنا محتاجين الايام اللي جايه تعملي لنا معجنات اقتصاديه، يعني مثلا ايه زي البسكويت اللي هو النشادر اللي هو بتاع العيد، الكحك والحاجات دي، فعايزين نعرف مثلا ايه ان مثلا لو حطينا سمنه ينفع مثلا نحط معاها زيت، ينفع نحط مثلا معاها حاجه ثانيه، عشان بنبقى في الحاجات دي بيبقى نفسنا فيها قوي، بس ايه لما بنحط سمنه بس لوحدها بنحس ان هي مكلفه. اه حاضر طبعاً. طبعا وتقيله كمان. حاضر طب حاضر حبيبتي. اه احنا محتاجين الحاجات دي الايام الجايه برضه، بتنفع للمدارس صح. مثلا اي معجنات. حاضر حاضر، احنا عاملين كده ومركزين في كده جدا الفتره اللي جايه، سواء ان احنا نركز ان احنا نعمل معجنات اقتصاديه، كيكه اقتصاديه، بسكوت اقتصادي، وده احنا بقى لنا فتره ماشيين عليه وبنعمله تقريبا مره او مرتين في الاسبوع. بيبقى فيه وصفات، لو حد بيتابع يلاقي وصفه، دايما الوصفه دي ما بتبقاش مكلفه عشان تنفع لانش بوكس وكده. والاسبوع اللي جاي ده برضو عاملين عجينه تنفع باتيه وتنفع فينو علشان المدارس وكل حاجه، فحتى عجينه الباتيه دي تقدري تشتغلي بيها في حاجه ثانيه وتحشيها حشوه ثانيه. وفينو اقتصادي خالص، مش هنحط فيه حاجات كتيره برضو عشان ما يبقاش مكلف. وحاضر هركز بقى في كل قصص حاجه العيد دي من عنايه الاثنين. حاضر يا حبيبتي. عملنا ايه؟ عملنا عجينه حلوه، اشتغلنا بيها حلو وحادق زي ما احنا شايفين كده، وعملنا شويه قراقيش بقى مش قادره اقول لكم على حلاوتهم وجمالهم. ان شاء الله تجربوا الوصفتين ويعجبوكم. كالعادة
بتحبوا المعجنات وانا بقيت بموت فيها وبحبها بسببكم. يلا بينا يلا بينا. خلصت حلقتنا، نورتونا وشرفتونا، شكرا على المكالمات الحلوه والدعوات الحلوه، وشكرا على كل كلمه بحبك قلتوها لي، بجد شكرا قوي قوي قوي. انا عارفه ان الكلام ده ممكن يبقى يبان كليشيه قوي وكده، بس دي الحقيقه، بجد شكرا. اشوفكم بكره على الهواء على خير ان شاء الله، باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.